السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهاردة هقدم لحضراتكم وصفة بسيطة جدا لعلاج عرق النساء. عرق النساء من الأمراض المزمنة. بالنسبة لعلاج عرق النساء يتطلب من المصاب إن الحالة النفسية تكون في صورة طيبة، بحيث إن المريض ما يستسلمش للمرض وما يكترش من أوقات النوم، علشان ده ما يخلقش عنده حالة نفسية غير طيبة، بالتالي يعني إيه ما يكونش عنده قابلية للعلاج. لابد إن هو يكون مهيئ نفسه للعلاج. وطبعا اي مرض باذن الله يذهب، طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيشفي، مش العلاج، مش الطبيب، لكن هو الانسان لازم يكون عنده الموضوع دوت، عنده في عقيدته ان ربنا هو اللي بيشفي، لكن الواحد بيستعين ان هو ياخد العلاج ويكون حالته النفسيه مهيئه لكده، ان شاء الله ربنا يشفيه. هنستخدم في الوصفه النهارده زيت السمسم، وهنستخدم الزنجبيل. هناخد من كل مكون مقدار مساوي للمقدار التاني، يعني هاخد من زيت السمسم معلقة، وهاجي اخد من الزنجبيل نفس المقدار اللي انا خدته من السمسم، وهبدأ ان انا احرك الزنجبيل في زيت السمسم تحريك خفيف كده. لازم اخليهم عبارة عن مكون واحد بالشكل ده كده. وصفة سهلة جدا يا جماعة وبسيطة، نقدر نضاعف الكمية لو محتاجين، لكن بنفس المقدار واحد لواحد، يعني يكونوا الاثنين متساويين. بالمناسبة نقدر نضيف عصير الليمون على المكونين. هاجي بعد كده بعد ما العجينة بقت جاهزة كده هاخدها على مكان القلم، هعمل الموضوع دوت أكتر من مرة، هستمر عليه لحد ما يزول الألم تماما. إن شاء الله تجيب مع حضراتكم نتيجة إن شاء الله، لكن لابد الحالة النفسية تكون مهيئة ويكون عندنا استعداد للعلاج. أتمنى إن شاء الله ربنا يشفي كل مريض. أشكركم على حسن المتابعة، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.